لا البديل انشاء مجلس محلي كامل السياديه بدون وجود اي كيانات متضاربه في مدينه الرصده. طيب. سيادي على كل ما يمكن في مدينه الرصده. ما وصلت الفكره، مجرد انك عم تقول اسقاط مجلس محلي، هو اسقاط لمين؟ لا لا لا، اجلاس اسقاط مجلس المحلي السابق. نعم السابق فقط. طب معناتها العمليه معناتها هي اسقاط اعضاء ما هو اسقاط مجلس محلي. طبعا اكيد. ايوه طبعا باعتبار طبعا طبعا ما توصل الفكره، توصل الفكره للنظام. لا 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 يا شباب أخي بدي أحكي كلمة لو سمحت. أول شغلة بالنسبة بس لو سمحت يا شباب، بالنسبة للصار الأسبوع الماضي الأخطاء اللي صارت من سرقة ومن نهب، المتظاهرين بريئين منها. هي واحد، والشيء اللي صار الأسبوع الماضي كان تكريس لمدة 4 جمعة وخمس جمعة، نحن بنطلع مظاهرات بدنا خبز وبدنا أسخاط الحرامية وما كان حدا يسمعنا. الغضب اللي صار والتسييس اللي صار من قبل الحرامية نحن بريئين منه، ونحن هلا وبكرة وبعد بكرة وكل جمعة رح نتظاهر. نحن مطالبنا واضحة وبسيطة جدا، المنظمات الإغاثية تبقى على حالها، بس في عندنا أسماء معينة متسلطة على هاي المنظمات عم يسرقوا من هاي المنظمات، نحن بدنا نشيلهم. شعبة الهلال، شعبة نزيهة شريفة عم تفيد الناس. بدنا اياها تدور على ما هي. في اسماء معينه بشعبه الهلال هي لازم تنشال. نحن ما بدنا نعيش بلا شعبه، لان الشعبه ما هي ما بتغير شيء. الاسماء جمعيات نسقطت رؤساء الجمعيات، وراح نضل الظاهر بشكل سلمي وبشكل مهذب وبشكل شريف.